في حسابنا فإنكم الله قرعنا يلم هاي هذول حنقنا كما ترمز هذه السجد يلي حق آدم وبوري هذه بري لوجد وبوري هاي هذه دين اليمن لوعد ودقاق هاي لكن مركز اللي حق المكاءات جيبوه دوسانية منك عبرقها لان هاي هل كان سبع عبرقها لان لها وليها الرسول الله وحيد هذا مركز ملا قاقل عنده والا قاعده هذا دي ملا قاقل مركز وقلوه ماشي كل بالله ولا ياكل وهاي او زي زي ما يخير بقى صفير ما يبقى قاقم هاي وين صون نقل حبك هذا يالا بيجا لما يالا لكن انك عبرق قانان هو مركم مرئين وكره وهو حق آبي وهو حق آبي لا تستوي أرضي وما كان كل شيء يستيبه عبرق قانان الله طيب لا يسوى رب الحكومة الوحيدين جنب مرأوه إلى كبرة هاي سوي وجعل الله كيدهم في تضليل فأقبلت مثل الصحابة من نحو البحر طير طير الصغار بيض أبابيلة لها خراطيمة خراطيم الطير وأكف فأكف الكلاب هل كان مركي حبيب سالين تيب دقاقة مروريج أيضا دين الأيهين أي رب سبحانه وتعالى قدرته ومكرك وليه من يكيدك يباباه كده بلا شده حق الضد وحكيت البحر الأحمر أي وحكي يمد واحد ضرره كلا وشمبره شمبره ما كيبنه من حق كامرنا تدور بين قولي يعني إذا ربوه واحد ضرره مدى حق الضد كيمد وانا شمبره يرير بال او عد عد او ابابيلة ابابيلة على واكوح كوح شمبره كوحه وصعوت عدرك لدو أنبال يا ذا هدوحي أوسك لدو أنا من ابابيلة ميدان ومجموعة سعوت يريرون شنبق قلبه مركب وصدق وقلبه شنبق قلبه كلاوي وجماعات لا يخص الا لكن كلا دنبين عينك مرها تستفيا وكلا دنبين الواصدعك تموت لا يقول بك واحد دين هدوك واش يقول بك واحد دين واش وحلقية ما يمكن دين هدوك ادبرك جيني سلقية ابابيل يعني وجماعات متفرقة فوتا بعد فوت بولا شخصا من سيني شخصا لكم مثلا مكتنت كل قد هنا مركز حديدكم لها خراطيم كخراطيم الطير افكر وافكر شمرك وكل خرطومك وافكر وي دعمها هنا ادمها لو سأل ذي سنة وادماء ورامه وكلا برواك لاما ايه وكلا لديس الى الله شنف رب الى الاما صدح فرب الى افر فرب الى الله جيل ذي يؤدم كده وادم ايه وي في ايه وكلا افكر وافكر شمرك باي في أفواه حجارة أمثال حمص شمس سوداء بها نضح حمرة كأنها دع ظفار حليه هاي أفكر حكوة وطاع بجح لأس باش اللي قال دقيرت وويل دقيرت وويل على المحيط يا مهرجان السيدة كده جوايا طيب دقير وويل بقوة وطاع إذا شاء الله لقيت استعمالات دقيرت وويل ركيل وكد وويل وحروف جعلها تفول كده وقتها باش تفول كده سمين بعد فوق لقى سمي كاسة كلون بلا حين تعلق بولتا ام رو حيو قدودنا له قدود بالمد وحيو السيد الشيخ ليه هاي حديث ليه هاي جزع الغفار توش انه وقونا قال العناد اللي هوري اوف عليه جريه بلا اكتا اضوى بلا حين مرو او قدودنا له في منقر كل منها حجر وحجران في رجلي شندر كستهال لقى حافظ قوتا لبدا اللي بلا ادب قوتا صدح بمبو وطار شنو بكس صدح بمبو وطار صدح لمبو في الليل طيب في رجلي وحجران في رجليهم من طين فأقبلت حتى أظلتهم فجعلت ترميهم بها ولا تصيب شيء إلا هشمته فجعل يسير يعج عجا فجعلهم الله تعالى ما كل مركز شنبيل سيشد له أي كري ما دين عينك إلا أن يارد ما يشهر رسوان يتما دين هذا الله إلا لكن بيضا عيرك سوقاني في دولي زين لو برنا خدوت فاتيه طيب شمبرها مركز سيوس الدولة هي وحال الدنيا عيدا في أبرهاء مرضي مركز الدنيا مت وحال بلا الرسين شمبر كذا لما يدعي حلو أبو كو لقى وقعمها قوة شيء هي في أبو كتورة هي بعض السير وحيش لا شم ما يحكي استوى حقوق ورنين كلا وطلع قلي ملعي كبر قلي ترى ما ينتهى وهو درب ضرب في الهيا ما يحكي استوى حقوق ورنين فيزل فيزل بنقوق ورنتها ملاحة مركز أوسع ونينك لو يطلق قطعة حياة ملاحة قطعة فيه ماهي نوريني قطعان ماهي فرص كل حن ماهي أول مرح كاتبا لكن انت أسهد بسوغن شمول مركز وحيد الله دولي يجب حيان في الطورة يانا جانا ياك ملاحة وصل صحاب صوب بمنية أما طلحة كسو آدم أما جيتها كسو آدم أما الروحة كسو آدم أما نوريها طب
wuxuu dhagaxa yarka ay shimbirtu wada taabtay hor u kala baxay digu noqonaya oo maanta ayuu sii waday madaxa wixii la taabtay shiilaha iyo baabiinaya ayuu sii waday. Waa cilan rabbi naartii nebi waxa uu sheegay yidhi madiine agteeda kasoo bixi doonta. Culamadu waxay sheegay naarta markay soo baxday qarnigii lixaad bishaaraad daahir ee soo baxday dad qulqulaha ayuu ahaa, wax kasta uu kusoo aado wuu shiilhaya. Madaxa weynoo meel fadhiyo sibsibaad uu kusoo dadka wuu shiilaya. Biyaha haddii la saaro lagu kulaysana kulayn maayo, beris islayn maayo. Yani dabka waxaa laga qaaday nacfida, ila dabka mar nacf luu leeyahay marna fawaa'id buu leeyahay. Intii faa'iida oo dhan baa laga siiyey, maxaa yeelay waa ciqaab moogta. Intii madaradeed dasaa lagu soo reebay shay shaah kuma karsan kartid oo beris ku karin maayo, laakiin dhagax meeleeda kusoo aada waa shiilhaya dabka. Waa sidoo kale shimurta inuu waa wadaa ruuxu taabtay ku dhufatana kale wuu shiilmahaya. Murelina markaa hadda xayawaanka moogtahay jinka iyo insiga moogtahay waa dhagaa dhagihi, laakiin xayawaanka bahaaimta ayagu ciqaabta way garanayaan. Maroodigu markuu dareemay xabadda bilaabatay cabaad iyo qayb bilaabay, balki waa aamusan asagoo horuu ka cabaaday. Waxaanu garanayaa inuu ciqaab yahay, horaan la diidanaa, horaan la iga daawi karaya mood waa la qasbay, weliba garanayaa. Rajaca la siinaya cuja cajan baale ee dhawaaqahayo cabaad ayuu bilaabay maroodigiisa, cabaad aan caadi ahayn. فجعلهم الله كعسل ماكل بل الداقي امر الله جيوره بكدين. وكان لا يقع منها حجر على احد منهم الا نفق مكانه. ما يقول في المكر كوكو عكاد اسمهاي. ماشي كاسب ويكون بري زاب. ولي بير مفش. امر دعانه مكو بعض. ماشي بيا قشرك بيا قلها. بيا قل كان وضع قنجيه كدوي. سوف يدوي المهاي. كوكو ودمان. فتح الناس. ماشي رسولهم بري فذلك أول ما كان الجدري ولم تصبهم كلهم فأخذهم الحكة فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه. عرب حيليهم يا صحابة أرضها كشك يسوي حيشك مركوا الرئيسية ودنك عرض اللقاء أرضك كل يقنج عليها فيه عرب قنشوه ميسا نقل كل ميسا نقل مركوا الحقور الملكة بعضه هرابة كسهرة شوضبه وحنبا كسهرة كل آثار تقوم كلها لكن ماشي اللي قلته وحوم باقي على جهلة. طيب مركب هو الرسالة الأرقيبة قنسية كنت أي لو أرقى روح بها آدم أو عرب بحي لا تبتل وي قانين شلو قاس أقول رس أو الرسالة دروح أقول تابطيبة برتبة بالرئيسة لو أربع قصة بحي أو رأس كتان هيا مال بالحق إنسان أيخنا كتاة مركب مربو قاسي مال بالحق إنسان مركب الحق له كلي وضع هاي هذا ما تشيركو الحق تانسة دين كرتا ولا تقول عليه موتة إنه من امتحان بدري ليش هو يقول عليه ما نقول عن طول الحق ما قال حق ولا حكم كذا عيل ما قال هيا كيف قال قول لا فيه قرر يا بنا كتاعي صار ربي متعامل وعقاب قال يا جا نيجي عيد الزواج أبو يقسمها أبرهم حال مسلم فوسيبة أبو يقسم في جسده في هرب أصلا النمر بعقوب عيد بجح ما أصيبه العيتان كما كتب الله قنشي ما كتب الله وكتب ما كتب الله وعر عيدا في مركز هدين تي لقلو أما عقاب كتب مادو لقو مادو وهاي نمو استكبت بادن وكسمة بحي نفع عنا وحايا الرباء دور لنا وتركي كشف يا جريها لو ما لنك هو عضي دعي يا مصيرو يا دعي يا رجو سيد الله قو مادي يا سال سنها الله وعر وإلا كشفي عيدا في بقول في مسيديات هلا دول الله ما تنفر وولي أرجح وتجره oo dib soo rasani halaway saas la rabaa moos ciidanka marka dhammaan rabbi madumaad waa la daayay in qayra geyso yaman iyo xabashi u dirto oo balaayada ka warrada rabaa in helo tayib. وكلما قدنا أرضا تساقط بعض لحم منك يا أبرهاء منك قد تونس في المربع اللي نقوى سوف قال يمن بقطة قيد منك قد ما يستقبع حبنين في قيدات من أبعه كيف يجيس كل مهلي بقى سوفق أصلا الله كان نفسه إلا كنت في مجلسه حتى أتى قومه إلى تركي سلطه انت أصلا رمى مرتي تركي سوء لمن كنت سوء أمام العلم إيا هبريه الدقيل المنسم إلى مجرمين ده أي ما تصور وإن وركوا الدارين وإن يا وهب لا يويل كان القاسي يالي مريد أعطى سميش أسي يالي وأعطى سوء عرر أصلا الذين يكون يا كبقاقي موته هو أرنا بسمحه
علم بالله هذا الله بماذا ولا وصل وحرمت كشف هذا الله وعيانا انت بلغة ما لقيا هذا لكن انت التالية من نبك كيال اما الضيال كتاخد او عمي اما كسر الجري ولي نبك كيال ماذا بكسني مركو ورثي من الدين ما هي فأخبرهم الخبر ثم هلك مركو ورثي ديني وعيدا كتبتي سكشيكي ومردين اللي أسين سكشيكي وحكا سبقوا ديني كوابا كتير وكبح وكبر هلك اللي نحضر بهم بلسوه اللي محاول نفسك مدد انت محال ديني هي وحال لها آيادها آيادها هجي يقتل فيها وقيل معجزينها كورم قرن كوالي حقيا لكي عيدا كنت انت صدق كل قوشي اما فرطا كل قوشي اذا مردين في ناشي سعري سألوا قال إلا قريتور ما يسير إلهي بعقدر وأرسل الله إليهم سيرا فذهبت بهم وألقاهم في البحر إلهي أمرك من روبا الله كياني وما دال إيسي سوف تهيضا باب رب كياني وما أنصد قاضي وبدو قشري داي محايا للبضو بيوني وأدنانيه قشن كستية بخت كسوك بختير مؤرة حكمين كل شيء شغيسان تنية كاملة وحولية هاي بدر رب سبحانه وتعالى وخلقك وقد يقول حيوانا ظلم باكنا حيوانا ولي انا ارد باكنا كل مسائل تسوى وين باكجرة هذي دين معانا لها يسنه ولوك هلي حيوان تستوى قد اختي وقرن لها بدر اصول امك سيرك لما مريك لقد اوار سيرين لما ادفين حتى وارقود امان لها بوله اركب كنية كسوى بحي بلادك امان لها لكن دين مركز انا يهير عصبيهين وحا قد اختي مقرة شاسو ليه مرك ساسا بدل الله قصر لكن بدنا قاعد يقول لها يلتر بدل كل مالا قليل بدل شقين جينا هولا ويدي طيب ساسا لنا كان لغي شقي انا بدل ما قانا موقت هايلي بكن اكتو مجميد دائما صورنا طيب لكن ساسا لشغل وحالي وحيوان كل انتاي انت بدل هذا مغرب هدوه لنا صوص على نك وديونا قناعي وديونا صوص على يا مك بخت الصومر هيو 6 كيلومتر منك كونه سيكون عبد كروي على سقى كروي سلام فدينها دمير بخت يا دوبي السوق على سكبة دوحة عليه هذا اللي قاعد بنا ولا كلا يعاي مركب بدوه الحيوان كان نبيجي واحد وين كذي لما عمله يا دو أي معان الله وديونا قناعي الحيوان هتقول انت ولا كلا عرها يلا وخذ عفوه وص وخذ عف باي صحابه مركب حينه وبقي خزق الفيل أخضر محيلا بعد عام وكان يقف عليه البعض ينظر إليه ومنهم قباس ابن أشيم من أسيد أخا بني يعمر من ليث وأمه وعاش سائس الفيل وقائده بمكة أكثر من 50 سنة بعد الحادث ولكنهما عميا ورأتهما عائشة وهما أعميان مقعدان يستطعمان الناس ولو حلقة شكينية مروري دكس يا سيد رب أجري يا عين كان ليش كده لي حارك المروري ده ما كان مالك أصور لي أيا وطويا لما كنت شيء بلاك يا لي خلص أنا كده أنتي لبابي عين كان خلص أنا كده بحارك فانتني مروري تيتال مسلمين تقاركوب بارك جري حارك المشي يلا دبت أركي حارك لطفي هيدا ابن تجزع كمدة قباس إنه شيء ما من أشم اليعمري وكمدة صحابنا صلى الله عليه وسلم عليه ننكي مرودية مامولي ولا ننبع مامولي مرودية ننا أصغر راع هاي ونقه هاي ننا وهو بيعمل مكلا ديال قل هاي ننا أصغر راع وفزياء بنياش بيها يباسل وقنزل صائف بالله يقنع ننا وننكي وبيعني هاي تانجي ومكلا قدر الله يهو بيعملي بهو السيسون لما دعنهم أي أيضنا ما كجولي أو كن ولا انت أرنت أبع يكجب كنتم صائفين ولاي سحاروا نبا سودان في المهاجرين أها ايه قريشي دي عربي ما كنت جبتو نمبا ويسودا نينك اسكا كنت انصنو ايه سنو لين بعد الحادثة بل عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وحاكم ابن محمد طيب ايه السبب ده اللي بقى نم ايه وان قد بالي او ودوني انت المكية دولديها ولدو تبصرة ما كنت حجوبة او تبصرة ما قال الله يلعني يعني من كتان دي ورود وان نتو بيامية هاي من كتان دي داقها ايه عائشة سودان طيب حديث المركب في كتب الستة كمجره لكن أصيح حديث جراء عبد الرزاق في تفسيره من حديث عكرمة عن عباس بن سند صحيح حاتم النواوري غير كيم من وجوه أخرى يبرق في ربيسين البيهقي عبد المحميد بن منذر تفسير كر أبو نعيم في الدلائل إن أبي شيبة في المصنف الطبري في التاريخ وفي التفسير
سعيد من سوريا غيرك أغرقي في أخبار مكة ما لبى ذنب حديثها الغصة صاري قصدها مركة انت أشيقني أيها انت بالعيول وصورانتها وفي انت أتأه بعض العلماء وصورها ويان بركونا ودينا يعني باي ففهمت وحال الله الله بنكرا سيرة ابن إسحاق والله الله بنكرا السيرة الذهبية والله الله بنكرا محمد رزق طرهولي رقم كبقوة ثمانية تضبع إلى بقوة ثمانية سيديد بقوة ثمانية سيال هي رقم كلماتين لحد شيخ الإسلام يتم وصل إليه هاي أما قصائد كسيب ذلك جلم جلد كوال أفرتني صدح طبقات من السعد طريق الطبراني نجوري طبري والله الله بنكرا ليلة بلندي كسوية هاي إن بلونا كمية آخر تانا وحسود دوري سيود كتاب سادور المنصور مركز تفسيرنا يسورة سورة الفيل شيخ الإسلام يقول لك أعلم أي رأى وحيوه يقول الحاد هي آيات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحيوه من آيات محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته التي في القرآن قصة الفيل وقد تواترت قصة أصحاب الفيل وأنها الحبشة النصارى صاروا بجيش عظيم معهم فيل ليهدموا الكعبة وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان جيران البيت المشركين يعبدون الأوثان ودين النصارى خير من دينهم فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد به في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين يشوفه أرنت وأرن متواترة ويا عرب يا مسلمين ضم بأي كور قبيل أرن لا ينكر كرر معها وأنا أرهن خصوصاً سائلين نحن نقول في آيات العلامات على يتحال قوليها كريستان كي النصارى بيت الصور لي فرد من حجري لمح على بدوي إذا نجار الليل محمد به الرعوة وهي هو آيات من آيات نبوته وأنا مركب معجزة الليل نحن نقطها ويروي أساسا لجري ومثل إنا ترى تعظيما وحفاظا للكعبة لجرينا ومثلكا إنا ترى اسكدره وأكبر سبيل طيب كعبدة ينال محمد والجراء لأجل قربة نملك اللوبة بي وآية من آيات الله رواسه بدل سكة سبع نقطتين حتى هذا ترى كعبدة درت يقربة نملك اللوبة بي لفتك هو دليل من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم هاي يعني كعبدة يبيت إن ليسوا حجي ولا ليسوا حجي وحتى إنه واجب أمضى نقوية نملك دوري مسلمين كانوا كده حالينا أما إحلينا نملك حجي دوري لكن منك أغاسي هذا السن جيلوا مدو جيلوا نبي إبراهيم بقى إبراهيم ولا نحن أوبي عليه تعال بيتها إنه كرمله هاي الله إلى لنا يو وكحر من ذلك رئيس إن عبيد كريستوفر قدام بعمل سقعة لما جيلوا المركز كريستوفر هستير كفار قريش ما هي كتب خير بدنا دين تنا صلاة صلاة كوا قريش المشركين كفروا أصنام عبيد هاي من أنك من الجيل هيستو دين هيستي هاي لما نديو المركة جرتين وحا خير بنا أرجعي دين تكريستك هكا وحا قعدة المركة يعني كفار قريش للتاقير دين تدر أشياء اللي قولها وحا الله إلى الله هو بيت أصلها كعبضة أما هو نبي محمد فردعي في أبو بحار كثير طيب مرضى هضيع عبادة حج كامل يكعوان يبيت كايب إنو بيت قد خير بنا هاي نصارنا أنا لك خير بنا هاي نبي أنا أنبيو لك خير بنا هاي هكا سيقلي طيب سيداسو شغلي ومال غريب جدا هالك المثل المري قولي يتسوى بحي المدرسة العقلانية ان شيء رجع سوشي لكمينها يا محمد عبدو احمد مصطفى البراغي اي ارددس اي مثل اوغان محمد فريد وجدي اي امسا وجدي بما قال لمنك عين تاسي كل العقلانيين توحى يسكده يعني كسلام دعوي المعجزان دعوي اي شمبراها سوقا البنبويت اي عينة الرشي هذا ربطه لكل عرصي انا يسأل الوضع عادية وحا معقولة وحيدا يسنبرها اللي فيه وحي اهيد وحي اهيد بيدا اما الدقسي اما كرع بمبوين كيدا يحاد شيء يسأل الله وصنا وحاولين بيدا هذين بكتيريا اما جرثومة اي وكيد مركة الدقسي ان دولها هاي ايا كنعان دولة الله وحكوة لتا فيروس اما بكتيريا اما جرثومة قوة لتا روحي التامسين روح عور بقال يضفع بالله بكوسة كل من هي وحن لشيء يدور هاي وحاولين بيدين وحاولين الدقسي يتنعون محال الرباب وحال الرباب معجزدا هي آيدا إلا فوضيه لا خفيفيه لقد هو وحي الرئي دلبيت كفاهم كران لقد هو وحي الرئي يريد قالوا فاهم كران لقد هو كوان دين تأمنسين محمد نكوك عطان رومانسين وحي قارن كران
عقلك بشرك بن آدم اللي يسر دولي ولا فانسيه اللي يابه كان عصر دون شيء او بكتيريا ودوغا رقلي بغتل صوت دولي او ادنها قوة الدلاية ادرك البابيين ليس الرجل انك مفهم ترى لأنه كان انشريه بقول كده سيديتا لما قالوا شقية وما سنوا شقية هاي داي مركز من قالوا شقية ويسوحوا كافة من الكلوان لسبا دول وحي اللي فهم كده مركز كياني داي مرتا علماء يحلوا هاجر في قطع حلوا ايه الجوين ربي يوم مهون الا ما رحم ربي بقول كده سيديت العملاء ضيقها ياني غموا شقية قالوا شقية هاي داي لماذا مدرسة عقالي اللي يتريد ان وحي المهين طريقة صورة مرين سوى المانس حكام العالم الإسلامي بقول كي بسلاشن يستغلوا إيهن عملاء الأمريكان وغيرهما وغيرها لكن القرآن هو هل كان كليا مشهد الوبتعي ترميهم بحجارة من سجيل سورة الفيل بس اللي هو مشهد فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل بل حجارة من سجيل بل حيال الله يقال وين يبقى الأولى الجرور موضع كانوا يحلميني لنرسل عليهم حجارة من طين ماذا قلت بكثر الإسلام الله الشيخ موضع ليستطيع أتكاطيني إن قومه رمضوا لها لا يحرك الله الشيخ وحد خصوية حتى أتعب الفيل بسماء قرآن كنت مكعب إلى الطائرة الشندر بالي كوحا كوحا وسعط لماذا يقابتين بيس عبده الشيخ وحين الشيخ أفضل بقام قوصة مسماء ماذا بكذب الشيخ إنت لا تبدو الشيخ ماذا حيودب الشيخ ما كان على أرك لا صدش كان على درب لا يقول أرك تاع بدي كسر بحيل من المغرب بدي كتير ما كان عبده في أرك تاعه وياي يعني مركو روح إلىها كعبسين روح دور قوان جنوب روح دور سنها الله يعني بعير مسلمين في هي كفار قريش هي الدارة اللي قاعدين في كل من حكوها في قوة ليش نبرأها هاي بعير وحين كانوا حكوها في كل من حتى دائرة الحياة وليه ما يحياش النوع وذي بحتى تبوها فقير بيض هذو واحد دولة انشن يهي كناعو اما الدقية اللي ما اكمت حتى الدقسيو هذو بيطا اما كناعو بيطا دولة ارك لها او الارك كرو ما لحي وذي ما ارك لها دقسي لك تتوحي كيا لبروكا تارو الواي هاي تبقى مطول لك تتوحي كيا الارك جدا مدونة الناشا مرها ايه حد اصوه كسارا لك تتوحي كيا لكارنا الارك طيب وحيث العلماء لهم حتى إذا حاضوا سلاء هين مسلمين تا إيه كفار قريش ونحن نحن نقول بعيو تكبيش كفار قريش من الجناي أيها التكديد الله ندعي لي وإذا واحد سيئ إذا كناعي أهل ما هي ضيرا وحيث الأحيان ما هي بكتيريا أها وهي قريش هي عربة بكتيريا تقال حين لها مجلسة مدد ما تلسكوب أحلقوا في رياد جري وحلقوا أرسل وحيث دولة سلاء لمقتع فمسا أيها وركو جيج طيب وحان كنا قدر هنا قصيدة ايضنا حتى سيد قد النساء اللي بدون ايها قد هذا ايها مركو الليلة بوركو نمبر دي كتاب شدارة القرآن الولي واباطين وحجرنا معه سياق القرآن في ظاهر كسنة وحلة تأويل انت رماه وحلة الشيخين وحقا يلقي يدوي طيب عائشة رضي الله تعالى عنها وحيلة كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش يا معشر قريش هل ولد لكم فيكم الليلة مولود وحيث لما كان جوب الجري من يهودية أو طورية قانا كان دان عصر المطو دان عصر واتاجرة طورية موايا قانا ما لما لمها كاملة وهذه الليلة نحن قد شيئا أي قريش بيئة سبيدين كشنا ينبو يمت حين قريش وحين يدين حالي من الميدان اشي اللي بويت الامام اكو حاوك هذا اشي هوينك ايو انت درسة كورقين النقطة تغير ويني رب كورقين ما ينقام عصر قولي مقلها هيا اما فضنك عن انت عام بحضن بها الاغان اللي حالي باشي تغير ويني قريش كورقين انت ورأي كمير فقال القوم والله ما نعلمه حيث ان حالي وحن نوبش اتان قريشنا كورقين طيب وحن نوبها النبي الان فقال الله اكبر اما الى اخضاءة فلا بأس إلهي ذاوين بهدو إلى الجفي ويلك أصدقى حالة بسيئة بلانا وفلا بأس إبما لو أنا ربه جلازوك وأبي ونمحي العاودة ومدن الله سعلا كفاب كفاية
مركو خليه عاوه بسويل بيدين ظلمين على يتحب من ولا وحاسكنا في إدر إسرائيل والمدينة كسروا النووي يا قاسي يا خيبر يا شام مركز وحوري انظروا واحفظوا ما أقول لكم وحوري سوريا وإيه ويقف توحى إليه شيء يقدر يجسم مركز وحوري ولد فيكم هذه الليلة ولو لم يبتع صيح خلية رودي هي قرشة رودي هي كتاب وحكو هاي خطيس قبطان جاب الرعاية كتاب وحكو هاي وركو المغرب حلقة وصل قادم وحوري حالي ويل بايين لا شيء يقدر يجسم قد ولد لكم هذه قد ولد فيكم ولد فيكم هذه الليلة مضي هذه الأمة الأخيرة بين كتفي علامة فيها شعرات متواترات كأنها عرض فرس لا يرضع ليلتين وذلك أن عفريت من الجن أدخل إصبعه في فمه فمنعه الرضاعة فتشبع القوم مجلس وهم يتعجبون من قول وحديث بحيث حال ويل بائدين بشيء والنبي أمضى الأدن بيساء طيب لما درب سلكه للحقيقية لبين كتفي برتب الحقيقية العلامة شابط باك غتال خاتم النبوة كنا وحكوية لم يتبجوك ايض مردوك فرص كما يجي ساكنها كوية نحن رجل هذا دقيقة وينا واحد عندنا فرص كتبين ساكنها كوية بس الفرد فولد بمجر طيب جود بحبه يحبه ايه ملعب في عمر اما فرد فولد ايه تاسي ايه كسع وحيود ما كتبينها فرص وكل اكتبين يد باكوية برطع يلا وحيود اللي لها للناس موجن هاي حالة ما بشها حالة يهدين تماما الناس قادم هايو هايو فسوق الناس اللي هم هايو محايا يقول شيطان إبليس إفريتع أو ملع كتن أيام أخونا شيء صدعي أفع سرطة يد اللي يقول شيطان موحي دي موتين وشيء تستخوية شو حق فيه سورة بها سيد الله يحمد زيه المكة السوق شاي إلى قيام ساعة لو أصل بالله إلى بشك بلوغس شيطان هو تابقى أما هو فرط قد كفية وعن كأهين نبي الله عيسى ونبي الله عيسى هو يدي ومكهر إلى هالمين دلس شادرت الشيطان المطار من يجيز بك أقبح طيب ولو حنس حري مالك الشيطان بيبيس باجين با أفت عرب يتدل يبرد عن شادرت اللي ذهى هذين الناس اللي يجيب مهاي إلا الشيطان مين يبرك كسو يوت منك وقبل يبالكي سلا عدرت الناس اللي يجيب مهاي سورية سور سورية وركي مكل بجيسي هذا الشرك والوكا يتوالك لا يعي كبرت والوكا يتقريبا لولاك مره قريبا لولاك بسي ايو الله يابننك وركيس يوركو الشيخي ايو اوك عرطينا يدي حالي يخونا وضعنا يكبير ايو ايديم داشي النبي بعد داشي سائزا اوردو الرادي قريبا مكلتين منك الاسلام تباردو الشيخات حالي هبلاي حالي يابش ما اسلام با امو شي شوه من المحاكا كايسة ولا توريس خواتوا ايه حالي الله سعيه وحيبهم حيبهم عبد الله ابن عبد المطلب بويل على وجه شيء قلنا فقالوا لقد ولد لعبد الله بن عطلب غلام سموه محمد بن إيريد ويل حال ابن محمد لو يدعي لو ما عدني اي حال هذا شيء فالتقى القوم فقالوا هل سمعت الحديث اليهودي بلغكم مولد هذا الغلام فانطلقوا حتى جاءوا اليهودية فاخبروه الخبر وقالت ولد حال ابن يهودي وقت فقرنا جاء حال ولد بعد شيء هيد بن هاشم بقول له شيء عبد الله لا يقول له شيء امير يقول له شيء إذا كان يهودي أبني يهودي على سؤال واركب الله في يهودي قال فاذهبوا معي حتى أنظر إليهم لما أورك أيين من هاي إفتحية مرئين جاء إسلام ومشيه ويسا سؤالك أنا أدرن إنه يهي النبي أنسوه إنه من تلي هاي فقال الجنبي حتى أدخلوه على آمنة فأيك حيان آمنة اللوبي فقال أخرجي إلينا ابنك ويلسي حالة هذا سبب الله تصبع لي لأنه من قريشين وقراباء ويجي يرى عطري ويلا درهي لو مدري جوري فرالا يجي لي ولودي طيب مين انا نصعه الله ودي فاخرجته وكشف له عن ظهري فرأى تلك الشامة فوقع اليهودي مغشيا عليه قلت اللي يدوي قلو كدبه فيري لو انا وحرها تنهي قلو كدبه انها الله عياه فيري بركبه اركي على مدو يشيري باركو حرم باش مركو انها ساري والله سوحي وقدوا العين وقدوا العين وحاسب حتى درتي والناس اليهود وحكى حاسسا قرأة سوى الشيء لها تسوي طيب دعوا ضمن بحاسدة يهود بس أوسي درم طيب فلما أفاق قالوا ويلك مالك دقيل ولا يوحي ورنك أرغب نحن قودع نحن قودع ويهي تسا تروان تسا سوحيتم حيثا بعض الله عيسى قال حين الذهبت والله النبوة من بني إسرائيل إلهي ما كل أرسلنا بني مالك هيد بيسنا وكور السيد وريع عرب الأورة وقريش
أفرحتم به يا معشر قريش؟ لا تنظر معشر قريش على ود رأينا دار نقطة لصعب حسب تميشك جدا مركوه بسرائيل النبي جل ومد الله يوصل الله صار النبي إنه نبي جاي هاي أوه بسرائيل أرنتنا عدي يا وصور ربا إسلام مركا إنه على الكبير قريش سن مركوه رسول الله عدد قول الله تقلم حول أن كفر حيث كفر حيث أنه شديسة والله يقول أما والله لا يستهون بكم بوري صدوة يخرج بخبرها من المشرق والمغرب إلى أن كل أرتين وير iyo gumaad uu idin doon sidoo kale warkii uu daaray bariga galbeed tayarka yani hadda qarto way tagar suudiya hadda hal dib u caw wakaana fi nafar alladheena qala lahum lahu yudif ma qal hisam wal walid ibn mughira wa musaf ibn abi amr wa ubayd ibn harith wa uqba ibn rabi'a fi nafar min bani abd munaf wa ghayr min quraysh maqawir ra quraysh ma mesha fadhiya oo halka rabti yaa ragga waxa tamid ah walid المغيرة كمدها وكما خالد آبهون فقد ورك الدنيسين هي اليهودي على ود الكبير هي وريد بها كمدها وحاكمدها هشام ان المغيرة وريد والفيع مصاف ابن ابي عمر عبيد بن حارث عقبة بن ربيعة ويكوح بن ربيعة عند نافي رق الاشياء كمدها انت اسمع ورك الدنيسين هي سنة قدرت تبدو لكم سنين علاد الليل نحن صلى الله عليه وسلم لماذا ايه عبرهم كون ايه تامرك هو حديث صحيحة اما حسن على اقل التقدير حاتم وصول صاري انجلة صدحات افر بقى تدباتني سلاشة تدبات اجينا رقم كافر طلبات بقول صدني صدح بيها قبع كورن هي في الدلائل ضرق فربنا نوالي عند ابن سعز الطبقات ومطرق ابن عساكر شاهدنا ولي حديثي عند ابن نعيم مكوى حديث حسن على اقل التقدير الصحيح عين اسمه شهر الشيخ محمد نوز قدرهوني في سيرة ذهبية بقول كنت لله رقم كاف درتي رمان في انت سكيبي هاي وبالله توفيق يا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد وحافظه جري آيات في رسولك صلوات الله وسلامه عليه باينوس السعدي تضبعن صمرا في الآياء آيضوت والنبي صلوات الله وسلامه انت الله درين كوه رحي بسلح دان صمرا يالك سوستان إن اللي حيان برمانيني عهد المكي بان كل حجر ريك نبي قلنا لك كل شيء إلى مالك ومكاك جروري دعوينك دعايا مع آياتك براهينك دعاي تسمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه من الوجه سيان كسجر ومن آياتي صلى الله عليه وسلم محاكمها انشغاق القمر انتم مكجوا برسولك صلى الله وسلم عليه يا كفار قريش نبي وحيك عطيين وإلى أن محربها أنها معجزة هي علامة تفيسة وقوم كافية خلق ياس وحكومة خافة عن النار وان عربي بن آدم فان كاهن على مدي حجر ياس النبي لو يديان صلى الله وسلم عليه ورقاس النبي يريه وها معجزية على مدئية وطوق رنك رسائنا النبي أو الرسول رب صدر رأيها هاي ضي حاسة مغاتكا اغتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر إلهي سبحانه وتعالى سورة القمر كسبة كذلك عدينا إنه ضيف دلاعي وضم بالمي اقتربت الساعة لي مرك القيامة دي يساعة اللي هو الرمها هي اقتربت بالي ويسود دواتان اللي هو دولة ويبع على المدهن لكن مرك اللي هو الرمها يضيح دلاعي في ضم بالهن كي سمح لك عبري في علم ماضي وحالي هو انشق القمر بيحواد اللي عوانا الاسمي اما قيامة دي ودولة يسوع قيامة دو شرع قرآن الشريعة علامات لغو قرنة قيامة دو النبي محمد كاملة أصلا كاملة ساسا لور اقتربت الساعة ما دام النبي الله صلى الله عليه وسلم مبعوث به ولا صد حمدونا نبي محمد حكمي من أشراب الساعة قيامة هو دو يسكسوا أما دو حد الله عيسى والله سعطان بالي عبد الله المسعود في صحيح البخاري وغيره وفي صحيح مسلم حاكسوا انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي اشهدوا وكل بأس الله المقبل وضيح دلاعي والله قبل انتون نوضي بورت حرى الله يقال ان قيمنا بانتا اي كمرت قيمنا انتا سكا اي كمرت اي بورت كانت احدش بورت تاقني بوضيح قيمنا هل كانت ايميت قيمت كانت اتكالوتي اولا اركابة كفار قريش مركوا اركين نوضي المخاتكاء هذا ما انا دلاعي وسأل الله دلاعي سبحانه وتعالى الهي بها دلاعي محلو دلاعي تصديق وتثبيت للنبوة
بل كمر مواي هاي صمارلو وحيدي جينا مركي انتي ورشي ذا اي شاكل شي ذا لما يرأتوه وكهندس وحيدي جينا سنكي كمانا قول كريه يعني حديث باجرة ننكي انتو ورشي ذا كيسا لغوه اللي صوته وركيسا وارهن ورهن بكوها الله مركي لما يركا اي مغاسك عيوي بيدي جينا صمارلو مركي حانا وجينا قياس الزالهان بل ضيحاس ان هذا قول ورجي دلعي اين بنبل من أولي وبرتا تقاني حرائي لما كنت بشير أي لما قيبنا حقا لقمري قيبنا حقا لقمري ما ينفع سوق الكله وآيات على ما رفوق قرآن كرسان بالحديث كأسلقى موضوع ويا ما ضعيف جدا بيس حديث قرآن جرائها سنقلين تقول قرآن شيء هاي ما أهمك المضورة كور رمي بيس حديث سأل سأصدق معنا في المال وقال أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما خير قريش كفار مكة يا أهل مكة نبي وحيو ديستين علامات معجزة نبي قول ليمد نبي المسؤول بول ليمد قول كمبالي نبي صالح بول ليمد عيسى وحن ولن جريد وحن نعود الله عنجي وقليها أدمها بيض انتوا أفوفوا دورين جري وحال أبو آيات كين وخلقوا روا أركا يا نبي حسكي صلى الله عليه وسلم وعلى يدي حافرين ميحب الله بالله عيد طيب نقول مركز دي حد اللي عايزي تصرف قاسي قدرة قوية لكي نروح قالوا داهس الناس دي بتسمع نوق موي طيب مركز لو سلت في انشقاق القمر إلى لبقى بالأون وغسلت أي أركان بورت حراء هيدا أول حي سبع لبقى قيبون الضيحة بخاري مسلم بخاري بصوت صار في صحيحه وحيكل يوري مسلم بخاري من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم وغيره وحكوسه من حديث عبد الله بن عمر انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهدوا صحيح وحكوس من لم تركوا انفلق القمر ونحن مع رسول الله صحابه وحيله النبي محمد انا هو لجبنا اي وضح ده حد الله عليه صحابه مكه دكتور والنبي الله صلى ونحن بمكه فصارت فلقه من وراء الجبل وفلقه دونه لبوا قيبون لبوا الجبل جبنا بورتي حق كسو مره ما تحدى الزمر قايلنا بورتي يقول دنك دنك الشكمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وما نقول حديثنا يا مخاتي كهلوين حديث الجبير انه مطعم اي اصول السيسي عمو عبر يقصد ايضا منكم مركم مالجي قلمين تاما من اللوض اما هداية بقى ربي وافد منين وانت دونه قهد كفار قريش الحسان اجتاقين نقول محمد ضيح ابو سحري ضيح من بلاد الباب جارة سيال الله صحيح ترى بلكن بشر كي انسي يجينك الاسدوع الا قلعيه لكن ضيح سيال الله قلعها هي وخلص يلا واي مركو لا اسكه انت تعف او يخلو دون لو هلو نكون مره دين ايمان لهينا و خدونا كو هدا حرق مخرو حديثك جبير مطعم حولي انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقه على هذا الجبل وفرقه على هذا فقالوا سحرنا محمد بي عباد الله والله رد قبل اسلاد بن نقدي ارقاسوا بور تقيبنا دنكا كمر قيبنا دنكا كمر بل بعض الروح يزيد هيام قيبت الحراكه كيسميه طيب تقول لي ضيحة انا يدور كلا بيش دائي تكتين طيب فقاتي ضيح مكاسة وحيدة لان كفار قريش محمد وان نفسي حري انا سرعات بنو سنين اما ضيحة لبت كنو سي حري فقالوا ايدي باس الهل من دم وقت من جاء وحضرت لقوا اي مهاي اسكي انساف من برضا وحيدة هاي هدو يدين كده سي حري ما خلق جاري عربت وطني دوك القلقلة هي سعطوها سي حري كرا بالبري سفرها ايمانية iyo socodada ma ka soo aroray si iman doonta ka yirsan hadii arab dhamaanta tira xaalada wax waa dilacay hadii aad diiman laqma hadduu si xir quraysh ku ogyahay ayayna wada cadan doonta bay faqalu in kana sahrana fa inna la yastati an yashara an-nas kulluhum fa jaa as-suffar fa qalu dhalika sahih yanu xilaha dadana ina sahro inay naqab dadku dhan maxamed ma awood awoodna kuma lahayn بلدك سعوتك يكور كإيماني إما غيرك كأخصة ضائع فيه مدينة كإيماني إما غيرك كف كإيماني هلقوا ورسول بلك إذا يمت سعوتها مغالي ويسوق لهم بلاي عايك ولا يمت ولا ورس وحالي هدينك عينك عينك الشيء الإسلام ضيحوا هاي واد اللعي الله ما يسلق ابن نقضي ومن الله يبن ورد روي حديثك معنا حصلة الله يا أحمد وحصوصة رطيالي في مصدي يا غير كوت أحاديث ربنا بابك قصرا انشقاق القمر هو معجزة باهرة وقرآن كان لغو شيء أحاديثنا يكون أيضا متواترة سيدة درته أي وليه هي الإمام المتيمي يأرضي جيس المكثير
وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من إحدى المعجزات الباهرات. معجزين كواوين يدفك الدنيا أمسية أفرقات كعبائها ينبال ليه. طيب وأرمة واتراء هذا ثم أظهر انشقاق القمر معجزين كيسية فوائد كجرتا. الجواب الصحيح بالله والله أنك رمجان سكبال الله أفر بقصوان الشديد أليه حليه وحادي عكرتي القرحة لقلاعي والله بس لقل قدو وحادي عكرتي يا بسعاد ربع تأوكرا إن لم نذيبه لكن أيضا سعوه لم نذيبه يا صور الله بالله عيه كيا يبغى أصور الله بالله عيه يبغى مركز الله عند الله قصوة قصة إذا كان أفجرت قرآن في إنبرا وطوش عقيد أهان أصغي ومدى كذا دعية إعدونا إن عركوا يضلكوا يحدقوا يضيحوا وقرح دوان دونا رول بالله عيدونا إذا سمام فطرة إذا سمام شقد أخرى مركة ما دام عقيدة أيتها المسلمين تأمن سيه القرآن كنا كهل لكفار قريش إيا فلافسيه مجرمين دي دنايين برنكو دي دنايين أيوة قيامين لقارن بارلسيط سيضيحا إيا وحا وربا إني خلق من مخلوقات الله أو وحيد دون الله سمينك والله دي الله عكر هذه هذا يدينك أركها يا لدي الله عيه هذا ربي يكور تاك أيوة حدوة نبوك الله كيرو وربك الله دل الله عيه أولا دوبه وعيرك الله دوبه يكور تاك مركة مركا لا يسوى تدم عجزة أهم في سؤوية هاي ذي وحد الله عيسى عجزة أوية هاي هذا نفع إذا كلي وحكود ارتأه إلا برنسية كفار قريش يمعاربين تو أو ربي سبحانه وتعالى حديقها يلوك وهو ضمبك شغين كرم فإذا كلا كدت علماء الهيئة وحيليه قل رحلة هاد الله دل علها ومسلمين تكاملها سيد ابن جوزي ابن الحزمي شيخ ابن تيمية أو بكر الخوارزمي وحيليه هذه ديح القرحة لما دورين لها إنه المعجزة رب وراثون مهين أونك يا خلق وحي يربع أركلها قل رحمة الله ما كود اعتصال أهان ما لا يربع لك أركا وحد عكرت إن كي لك أركو ورح إنه من الباتي لكن الصومالي أنا قدرهم وحد عكرت الصومالي أنا قدرهم لكن أنا يروبي لك قدرهم وحد عكرت السعودي وكنا قرح نسمي الباتي أنا قدرهم يا من أكلي لكن بلح مكو من الباتي أما على ما كنت أما بالله أوكلي مركو ايه روحا لقا اركا دوليه كلابرتد بلقا اركا بيحا مركو روحا اللهم مالي او اللوذ اللعي ان اوم فردوان ايه خلق فردوان اركان علمي لا تكون جلالة تديش روحا اللهم مالي بيح وحيث العلوم ليهم بيح واحد دو اوغسو كيه اوغدو اوغدو سحيرون حدوها كلي اغرح لك متعي كل يقول اهل بلوك اغفريه بعض العلماء والسلام شيئا قبلنا الحليم من حقوصك يا عطارد تباقي لو يقانه أو خلاف لنبا دي لكن شيخ سبن سبن أقرب كوكب إلى الأرض واغضيح ساسا ساقل وحي كوكب وائي كوكب سكاب الله بالله فوائد سنة وكجرتا على يتها المعجزة من معجزات صلوات الله والسلام عليه أي هيئة ونبي الغطة غري وانكر العدية حديث لكم متواترتي كفار قريش نوحد يدى اللواي وبالتالي سورة اقترب أما سورة الانشقاق نبي الله محمد سورة القمر من إجلاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم عيدين كئي صلاة بندك أخي جري صحابة أحد الصناع بحيال المعجزات تجرك قيامة بندك والرميسة قولي رسول شديني ما قال قولي ما يشي تدن بين بسورتك والرميسة وابا الله أخي جري هل نوع عربوه إلى نبي محمد أردنا ما دعين بالله إلا إنكر كربا واحد لوبي هوي ذلك النية كي من كل سعوطاتها أيها يوحو ربا إنه هو معلوها مركة المعجزات هوي وحكامين هاي دلائل تستطيع على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته ومن آياته صلى الله عليه وسلم وحاكمنا آياته تبعي مركو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه أنوبه كويد حليمة السعدية دبدا مركو النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه معجزات آيات فربنا بأن لكم لم تيح وأنا حديث بير واندريني ناكدي من الصوماليين إن شاء الله تعالى نبي مركا مركو ده شيء الى بربريتان جي سي الى حريم سعيد لو ديبا انغو فيره كما نسال لينين وحان كان لينين ارينا خاصه ارينا خاصه مر ورسلنا طيب بركه ثم استرضع صلى الله عليه وسلم في باديه بني سعد بن بكر حتى شب فيهم ورعى الغنم لان احنا ما كدنا وحا لو ديبي دبدا لو يقن حليمه السعديه او لا ادي ريرك كدوا يا ريرك ودخريبا بلتك نبي ريركاس ودخدي ريبني سعد ودخدي ريبني بكر
ilaa uu barbaaray oo uu gaari heer u adiga raaco xoolaha raaco. Fa kaanat Xaliima bint Abi Zuhayr السعدية أم الرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير بلد بها كور رمي قصب الروحي قمصتي كوكنتي صاحب القصة إنه كور رمي كزعية قصب المركة نبي محمد نجمل يساء وحا انت بلن كور رمي هيا ولا بقي يوم مر نبي اسكي ولا ورمي هيا وانت يسحى وقار كدو وديين يقول نبي قوشي وسيء قعضي مرنا وحا كور رمي حاليما لفتك لك كور رمي ويسحى وقار كدو وديين bay markaas waxay sheegtay ayay ninkeed inay ka soo safreen gobolkii joogeen ayuu wataa ilmo yar wiilir bay wateen ayagu dhaleen fi nisbati min bani sa'd nawtamis ar-ruba'a qala wa dhalika fi sanati shahba'a lam tubqi lana shay'an qala fa kharajtu ala atani li qamra'a waxay tiri waxa wan soo baxay tan oo ahween farban la socdo haween badan baan ahayn dad baa laga soo tagay ee meelaha raqiib yahay waajin dad jireen baa laga soo tagay ma kala su'aal haweenka u jeedada waxa weeye dantoodu inay helaan caruur yar oo nuujiyaan oo inaad nuujiyaan ay ku qaataan ujuro ku qaataan asuuna ay kuriya xilligaana marka maxaa keenay baahi badan baa jirtay oo sanad abaareed bay sanad abaar ah oo qamaaciir aha sanad aan waxba ka tagin abaar aan waxba ka tagin markaasaan soo baxay tan anoo wata dameer bacadle qamra alqumratu waxa weeye waa laylun bayaadun fii ku jira waa madow iyo cadin isgale bacd wey dameerka waxaa la dhahaya ximaarun aqmar ama dameerta waxaa dhihi asaanun qamra sida axmar iyo xamra u tiraado kale bay dameer bacallan soo qaatay macanaa shaarifun lana wallahi ma tabiddu biqadrati wamaa nanaamu leylana ajmaca min sabiyina aladii macanaa min bukaa'ihim aljic bay tiri gabadhaas xataa ayo ninkay oo dameerta gaad u wadanay ilmaha yadna wadanay yaa maka soo aanay haween fara badan waxaan kale weynay hal qawaar dhaqaya ah oon caanaba lahayn hal dhaqaya la wada xaggana daa weyna qawaar hayse ayada ahayd wax caanaa dhiiq caana lagama hay dawaab abaar hase maxay daaq baad ma haysato biyana ma haysato ayib dameerku soo kusocota yaa muran ka jooga habeenkao dhan bay tiri gabadha ma seexan ilmihiiraja ooyahay ooyahay mo naas kii ma irmaano hashin ma irmaano wax kale wax kaola qaada lama hay ilmihi maantana bu ooyahayjaaba ku haya waxay tiri maba seexanaba ninkeedii anigu maba seexano maxaa loo seexan la yahay haddii ilmaa dhasho hoosbaa galgalay oo yahay kurdaba kaa iman mayso haddaa naxariisa rabbi kaa qaadno baa nic allah ilaal ahayn seexan mayso kurdina kaa iman mayso oo hin darte baahi darteed buu la ooyaya maa fii sabiyi bay tiri xaliima maa yugniihi wamaa fii shaarifina maa yugadiihi walaakina kuna narju lgaysa walfaraj waxay tiri naaskayda wax ilmaha deeqa kuma yeelayta halsuna ilmaha wax lagu aaminsiiyo lagu habo afkiisa lagu qabta dhiiqi mayso laga heli maayo waxay tiri laakiin waxaan rajaynayna roob xilli roobeed baa la sugaya ilahay inuu faraj keeno ama gacan bini aadam ilahay bi faraj lagu siiyo ama tiisa ummadda ku waraabeen sugi nabi ayib fa kharajtu calaa aataani tilka falaqad adamtu biragbibi dameerka asaga baan ku baxay oon watay makana ku aaday dadkii ila socday oo socotadii iyo rufaqadii baan dhabayta ila dameerku dhaqaaqi mayso ilmihii waa ooyaya hashi wax lagama hayo baan la-aan wey xataa shaqa dalika calayhim dacfan wa cajfa bay tiri tabardari iyo weyd iyo baahi intuba ayaa isugu kala darmatay xataa qadimnaa makata naltamis rubcaa famaa mina imra'atun ila waqad curida calayha rasuulu llahi sal lay slam fata'baahu ila idaa qiila laha inahu yatiimu wadalika anna inama kuna narju lmacruufa min abi sabiyi fakuna naquulu yatiimun wamaa casaa an tatmaca umuhu wajaduh waxay tiri haweenkii markay magaalo yimaadeen waa la kala yaacay waa la kala qaraab doona soo ma in xaafadaasu aadahaya yaa ilmi loo nuujiyaa magaalada la dhex qaaday islaan kasta waxaa loo bandhigay nebi maxamed inay qaado oo le wiilka yarka ah qaado nuuji annagana kugu dhaqaanayn laakiin islaanta marka lagu yidhaahdo ilmuhu waa agoon oo aabihi waa dhinta hooyadiibaa arxan ugu xigta iyo awowgii oo cabdilmutalib ah islaan kasta waa ka leexanaysa maxaa kenaan ka leexan iskaga tagnay waxaan oga tagaynay tiri xuu dhaqaale ah ama tabiine ama gacan qabasho ah ayaa waxaanu ka rajaynayna ka qudaraynayna ilmaha aabihii aabaha ilmaha ku dhintay inta badan maogta hooyadu intaad wixii loo kala bay meesha ku qabatahay ayib marbaad uu aabihii meesha ka maqan yahay agoon qaadi maayo ama gacantooda ku dhintaa lagu qabsadaa ama waxba ka weydaa oo hadha lagu dhaqaalayn waayaa ooliya ilaahay baa qadaray waxba ma hayno ayib waxay tiri marka
ilmah aadihi baan ihsaan iyo walaal baan ka rajayn jiray meesha aad hadduu ka baxay ilmihii waa lagu dhici waayo wax qadan la waayo maxay kale markaasa kunnaa nagrahu lidalika saa darteed baa nabiga loo diidanaa agoonnimada iyo aabihiba meesha ka maqan baa loo diidanaa famaa baqiyat imra'atu qadimat maci ilaa akhadat radiican hayri rij haweenka aan wada soconna iyo saaxiibaday islaam kasta ilma heshay ama gabadh ama wiilba heshay ayuu nuujiso aabaheed nool yahay aabihii nool yahay oo lagu dhaqaalay laakiin meeshii waa kusoo haray xaliimu saciya kusoo bixi weyn waa wereersay waa wereersay kusoo bixi weyn nawaaba xilligaas wax laga qaado oo quraysh oo nabi maxamed ka ahayd salawatullahi wasalaamu caleyh meeshu ilahay wax ka wadaa layidhi gabadha weyne ka dhaleen waxaan rabaa xaliimu saciya ee qaado wa xaramnaa calayhi lmaraadica nabi muuse maxaa loogu diiday ayib inay hooyadii nujisaal rabaa oo hooyadii loo soo celiyo waxay ugu soo bixi weyden nabiga inay qaadaan rabaa oo mucjizaadka aragto ayib ayadu ma islaantay mise ma islaan masale kale wey ayib falamaa ajmaca alindilaaqa qultu lisaaxibi markii go-aan la gaaray in la baxo ilamaanta dhan baa la wareegahay xalay baa la joogay islaan kasta wiil iyo ilmay heshay in la baxo reek lagu laabto wey oo safarka laga dadamo markii la go-aansaday safarka in la laabto oo guryihii loo laabto ee waxaan ku dhibay tiri ninkay oo loo yaqaanay alxaris bin cabdilcuza abu kabshan lagu magacaabi jiray bacdu riwaayat namaac kale sheegaan ayaa waxaan ku dhibay tiri wallahi inii la akrahu an arjica min bayni sawaaxibaya walam aakud radiican wallahi la adhabanna ilaa dalika alyatiim fala aakudanna waxay tiri waxaan dhibsanayaa nin yahow inaan gabdhihii saaxiibaday ahaa dhex booda anoo ilmo wadan oon dherabta ilmo ku wadan oo iska socda ilmaha way wataa midkaa rabta in mujisada ku qaato ujuuradeedii macruufka ahay aada baa u dhibsan yaabay ilaahay baan ku dhaartay intaan iska noqdo yaan agoonku soo qaadan bay ninka way la tashanaysa ayagoo laftigiisa nin fiican baa wuxuu yidhi laa calayka an tafcali casa allahu an yajcala lana fiihi barakatu waxba kuma jabno waxba ooma arko dhib ma laha waxaaba laga yaaba rabbi inuu barako iyo khayr noo geliyey inoo soo qaad bu soo wax kale meedna waayo inoo soo qaad wahadihi marka waxaan dhahaynaa najaabatu muwaafaqat isaabatan miyaan dhahnaa wahadihi isaabatu muwaafaqat qadaran bay oran jireen yacni hadalkan iska yidhaahdeen qadar rabbi waa waafaqsan yahay iyagu waxay iska yidhahdeen markii de wa isku qanciyo la waayo un baa la yidhi noo soo qaad inuu ilaahay barako geliya laga yaabaay ayib nin un waay xaab qaad un weeye ama nin xunba wabi qaaday xunba cusiyi marka wuxuu yihi noo soo qaad laakiin hadalkoodan iyo qisadan dhacaysaay qadarka rabbi iyo wixii rabbi wadada asiibaysa waafaqaysa waa la soo qaaday wiilki qaala fadahabtu ilayhi faakhadtu wama xamalanii cala aqdi ila anii lam ajid hayrahu waxay tiri waan laabtay oo waan soo qaatay nebi maxamed adoonki baa soo qaatay waxaana igu xumbaaray tiri inaan soo qaato arrin ah maxaa yeele wax kalaadan waayo wax kaloon qaadaadan waayeda asaga wax dhabana ma jira aad kusoo qaatay falamaa akhadtuhu rajactu bihi ilaa raxli falamaa wadactuhu fii xijri aqbala calayhi tadyaaya bima shaaa min labanin fasharba xataa rawa wa shariba macahu akhuhu xataa rawiya uma naama mucjiza hadday bilaabatayba barakaday sugahayeene quudarayn hayeene isku qanciyeen hadduu rabbi bilaabay subxana wa tacaala saabaan usoo qabay en gurigayiy meeshay saabaan ku yihin rabadi ii taala aan imid ilaa safarku meel bidadaay meesha rabay gabadu taala markaan ibidda kusoo laabtay een fadhiista dhabta saaray naasahaydi baa bixsanaysa caana ka bixiso goobaha ugu dambeysay dhiiq caana islaanta iyada iyadaa kasoo sheegaysa iyadaa soo sheegta wa hawo nabigu watay salawatullahi wasalaamu caleyh caanay naasihii markaa idilaaca gaaray mid markaasuu dhamay nabi maxamed sal slam ilaa uu marka dhargay oo keliyiisa side haddana ilmihi yaraay laga seexa waya habeeno dhan ilaa daa'if ilaa maka un jaaqli ku hayay ooyahay waraab an ku hayay baa si dhargay ayib xataa rawya uma naama labada waa seexdeen islaanta labada wiilba intay dharjisay bay iska rab seexdeen dhibta caanasooda laba hore ugu dambeysa wamaa kunnaa bay tiri nanaamu macahu qabla dalik wiilka asaga watay tiri hadda kor kamaana seexan jirin bay hal habeen kama seexana wiilka yarki maanta dhacayta bilqiiri ilma caruur markay caloosha sacaana gaadhaan oo dhirto hor uu ka dhacaaya dan kalaba malahay asagoo gabaahin baa haysay wa qaama zawji naasay horta baraka ka muuqatay labada wiilba waa deeqday hashiba hadhay labada wiil meel baa la saaray xaliima saciya odaygi baan hadda diil haysanin waa in diil loo raadiy ayib xaliima sacdiya iyo odayeedii reerkii weynaa ee aabihii hooyadii waa in wax wey meel la saaro ila labada wiil meel baa la saaray nabi maxamed barakiisa aan lagu helay
وأتن رك سبيل كسنة وقام الدوسي إلى شارفنا تلك فإذا هي الحافل فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع عليك. طيب ريبا استيوى ديرك مؤلمة طويل هشب آلي خلق قليل قوارا ومتوربة هيلين بالزمين مجوكت. طيب نحن بديك هذا مركة الله فيري عايزي إطاقنك الله فيري ومعجزة لإيدي نحن إلا ميزة سيد دايلي وهو حكوك إيا مركة جبالي حالي مسعية جبلتي إيا مبين مدهغل هشب درون لأيش هو إيا لبع عروان في برجزة السيحي سي بل هشب الله فيري برطان واجابي كور دنبوت وكور دوني هشب مركة فيرا عن دويل عمله كاري سيوين بعد إيلي في مقاتلون لسي عاني مؤمن أنا وايد كنا وانقدر كيت الله وانه حديث بس لقدر زعمي طيب ثبتنا خير الليلة في الجواب هذين ذا وحام البرنامج بحناي تري هذين كي آخر بناء مركا إيه الله فري مشروع مركا تري تمك الله فري هذين كي آخر بناء يبريء قال ما يقول الصاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة تركوا يا جبري ولمن الاسم الرسيين هي كان لما كبري يور حاله وحبه باسا الى ان كنا ارسل وحا سوقات نصبركيزن سوقات وهذا كان ما كنا نوصل الى سوقات. طيب يعني في من سدي ان نسوق الى سوقات فكما انها دواكن فقلت اني لا ارجو ذلك حيث لا تسوى الرجين كل ما هي لا تسوى الرجين هي لمن تكلها قال لي انت أنا ورجل هيك. قال ثم خرجنا وركبت أتاني. وأم بحر اللي مكال هذي أنت مكال تشتغل بري ومكال تجوع مكال لقى بورو ولقى بقر لقى ري. وركبت أنا أتاني وحملت عليها معي. كثير كيرا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. بس هو قاضي فمرت لي حقه ركسر. أنا ما ويدا ما فريش. لأن المحاجة ده ما تضمرش. هو معه ولا غيابة. marka gaarin sanu ka horay wuxuu dhacay qabti oo ku soo karay sabuubad laakiin jawaab badgay oo fakanaya muusiibad oo wax kasta ku iman kara marka tixad dad soo dhoray maris mid kale waa yimid barakee si la arkayo dadan lama saari karo dadan lama jeeyo kala meesha baraka ka muuqato adduun buu inta badan dadku waa ka naxdigaas ay tabar ugu shaqeeyaan. Tayib فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى ان صواحبي لا يقولن لي يا ابنه ابي زعيد ويحكي ارضعي علينا اليست هذه اطارتي التي كنت خرجت عليها؟ قالت ودين هاي انت يا ابن ضميرت نقول رفاضي ايه صفرك صور رفاضي ايه انت اصلا من اللود بغي او دحسين بلا دفق كسو قصبت ايه سبحان الله ايه يا هذا اللي بيقول ايه هو يقول وده هذا اللي جاي الايه marka aan baxay turun banaa ku baxay oo dameer uu qulqulayn dameerkii dadku dhamay ka dhaqaqay busta ka tagtay dadkay dameer jaa dhamay la way oo dameer ma saaray nuqta faraj aad dal hawl haye waagur duug ah marka la wareeyo haye marka jahaliidii dhaqaq way jiray maalin qayrmiina ka soo yeedhay korteed xuu qalaasa lagu sheegay oo nabi haye nimas muraasaba cadaysan oo la dhafuray faraj maalin ka laga bilaabo faraj gaar la way أبو طلحة نعم نحن فرص فرص جميع ونقدم بها السيكو كون راعي سيكو وردي إنا لو وجدناه لبحرا من أبو سيكو فرص بيريان وأنفلو كل على يتحان فرص فرص ما يشي كهري إيه ربي سيكو فرص بيريان لجالي برتي بكب الله جدا بس فين في سواح جار اللواء مركا واحد دميرنا من فاري هاي استاذ ليش دمير ودن بيدي سبو حدا إلان مركا دمبها وينك هوينك ليش عصا حدا وحكو لي جنة لا حلوه وحانك ويجيني دمرت ودمرت عن قصة سفرك معه بس هو نقول شو بدعي ما هو عيب والله يعني وحنا لما نعذر ما نعذر ما بدنا نريه بس نصير سؤال لأن صدق والله استوي استاجا لقوا هذي بركة وري هل شو حالي ما دم بيسال شو والله في سنة والله شو هاي هذا معي مرة سا نعم نصر أنا في صدق أني إذا دم بيش بدلي ما يجين في دم باو حين قصي إذا بدل باو دعي محاولة مركب ورصد حروف لها هاي وزا هذا حاسوك ورمين كلاب بركيسة من نشي حالة ما كان يجب بشوي مركزة ويك محيط ودم تريني فوق العلوية حيني والله إن الله لا شأنا بمرت الظلال أستان بمرت الوحوة قجيرة ولو جيرة ولو إهلية
عيد مجرى ألا أقيس دمارة عادي معه فقالت أيها مقب سوى ولا تاريخ ما يوضوش الأسهر بي. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدر منها فكانت غنمي غنمي فريض على علي حين قدمنا به مع معنا شباعا لبنا تبدو حي ليه مركان قبل كان كل أبنى ربنا بني سعد بجرين دوك عن كل أبنى يترى مالك أبارسا وضا في إلهك ما قدمنا يترى سحر لك على الملح بي سدار ملك عبد الملح بي هذول عبدوه سداروه سداروه كنت عبدها ايه دي رد كعب سمي وعيد الأولي مارتين انو يسر الأولين برما يا باشا باشا ايوه ايه بي بلدوك كعب عرسان يتري او خسر يدر المدر هيك هذانا هاتي مكان نطقنا ويلك اللي جاي قولك اللي جاي اوزور اللي جاي ارغا نجي فوزنا يقصوطا من الفلاسه كله سكيهين وعنه قادلة فهو محصدق باركنا المحب صدق ارغا عمد الجيلة هي وقادلة وكله سكيهين بصدر من يارج فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة من لبن لك قطرة من لبن وقاس المال جري ولنين جري ولقد عيسون جري وعيث الله يا خلص من آدم وحق عانا يبيق عانا هلا يرمجني في الأجوز مكحل لقائرة